ميشو؟ لا 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 اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في فيديو جديده ديال قناتكم شوشو شانيل. كيف نتوما شوشوات؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هذا ميشو مرخيب النعاس من مور ما دوشتلو كيسلم عليكم. نتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. دونك مادام دخلتوا لهاد لا فيديو، دونك حاجه من ثلاثه، يا اما عندكم قطط اللي فيهم ولا بغيتوا طريقه طبيعيه امنه باش تخلصوا من القمول ديال القطط، يا اما ولا كنسميوها الباروت، يا اما بغيتوا تعرفوا القصه ديالي انا كيفاش تهنيت من القمول ديال هذا القط هذا اللي كانوا كان عامر بالقمول، ورجيلات ديالو مسكين كانوا مجروحين ومؤذيين وفيهم تقابي في ليكوسيني وكل شيء. هتشوفوا معايا كل شيء في الفيديو، اولا بغيتوا تتعلموا الطريقه الصحيحه والقواعد ديال الغسيل ديال القطط. كما كنتوا شفتوا في الفيديو الفايته كنت عملت بزاف بزاف الاغلاط في الغسيل ديال ميشو النهار الاول، يلاه دخلت، ولكن من بعد دوكيومونطيت وتعلمت كيفاش طريقة صحيحة وهي اللي غتشوفوها معايا في هذا الفيديو. بسم الله، دونك نبداو على بركة الله الغسيل ديال ميشو غنغسلو له. دونك كما كتشوفوا انا هنايا استعملت لافابو، بامكانكم تستعملوا بانيو في الارض ولا بانيو اللي خاوي ويكون قاع ديالو واسع وتعملوا سطيله اللي يكون فيها الماء مخلط. انا هنايا استعملت لافابو، زولت شبيكه ولا الصفايه ديال لافابو، عملت هذيك الكحله باش كنغلقو باش يبقى الماء مغلوق في لافابو. هنايا استعملت شامبوان ديال اونتي بارازيتير كيتسمى، فيه ضد هذوك الحشرات كاملين اللي كيقدروا يترماو على القطط ولا على الكلاب. تقدروا تستعملوا اي شامبوان حيت الغرض ديالنا هو اننا حنا نزولوا القمول وننقيو القطط. يقدر يكون الشامبوان ديال القطط، سينو عملتوا شامبوان اخر، غير ما تكثرولوش الغسيل بزاف بشامبوان اخر حيت شي مرات كيطيح لهم القمول الا ما كانش شامبوان خاص، كيطيح لهم باردون الشعر ديالهم الا ما كانش شامبوان خاص بالقطط. دونك هنا كنشد لافابو، غنشوف يديداتي وغنلبس الليغات. علاش غنلبس الليغات؟ ماشي باش نعمل جريمه ولكن حيت غنبغى نبروتيجي راسي من ميشو. علاش؟ واي قط كيف كتجيو تخشيوه في الماء ولا ملي كيكون في الماء كيبقى يدافع على راسو، كيبغى يهرب من الماء. والاليات ديال الدفاع ديال اي قط هو النياب ديالو، ما شاء الله ربي خلقو منو سبحان الله ماضيين، والضفار ديالو. داكشي علاش خصكم تقطعوا له الضفرين ديالو قبل ما تغسلوا له الضفار. ما كنقطعوش الضفار كاملين، كنقطعوا غير لو بو الفوقاني مره اللي كيكون ترونسبارون. خليكم واحد الفوتو هنا باش تفهموا، ومن بعد غنهضر لكم على تقطيع ديال الضفار في فيديو اخرى. ودابا غنكملوا على التدواش. قلت لكم ليغات، من بعد شريت واحد ليغات ديال سيليكون، نخليكم التصويره ديالهم هنايا ديال باش كنغسلوا المعان وداكشي. شريتهم ديال سيليكون وطالعين حتى لي زافون بغا، دونك هما طوالين كيغطيو لي المواطع اللي كيلحق لهم ميشو بالسنان وبنيابو وبالضفرين ديالو. فوالا، دونك باش نتحكمو في القط ضروري خصنا من نجيو ندخلوه في الماء بشويش بشويش، ندخلو نفزقو الزنيط بشويه، عاد نفزقو رجيلات ونبقاو بشويه بشويه، وحنا كنانتيغيوه مع الماء باش ما يعملش شي رياكسيون اللي هي خايبه. وبالنسبه لباش نتحكموا فيه ما يبقاش يهرب لنا وديك الشيء، راه كنشبروه من القرفده ديالو، هذيك الحامل من مور القرفده ديالو يجوز انكم تشبروا بها، كتحكموا فيه مزيان. سينو ما بغيتوش تشبروه من اللحم، كتقدروا تعملوا يدكم الابهام والسبابه، يعني جوج صباعين الاولانيين ديال يدكم على شكل قوس او على شكل نصف دائره، وكتعملوهم فوق عنقو من اللور. هيداك كتكوندانيوه ما كيقدرش يبقى يتحرك بزاف، المهم هو كيتحرك ضروري برجيلاتو، هذا ما شاء الله كيكونوا يطيروا ولكن كما كان الحال كتكوندانيوه واحد شي شويه، وفي نفس الوقت ما كتاديوهش ما كتقجوهش في عنقو وديكشي. فهمتوا كيفاش؟ هادشي اللي كاين، وجهو ضروري ما تحاديوهش الا ملي كتسالي، وديك الساعه يا اما كتشبرو شي ليغا فازقه اولا لانجيت اولا شي حاجه، وكتمسحوا لعويناتو وديناتو بشي ثوب فازق كما كتشوفوا معايا. ماي شوشو، علاش قلت لكم خصكم ضروري تعملوا الليغات؟ شوفوا اليدين ديالي، ها دابا كنعمل ليغات وهيداك وكيبقى يخبش، مي كيحس بالخطر مي كتكون كدوش له كيخاف وكيبقى يخبش. شوف فهمتوا كيفاش؟ شوفوا هنا، اولا كيبقى يغرس فيك سنانو. دونك من الاحسن انكم تعملوا شي ليغات ولا شي حاجه اللي تبروتيجي لكم يدكم، ياك ميشو ياك.
وهنايا ميشوشو، قبل ما ندوز لكم الطريقه الطبيعيه اللي استعملت في الدار باش تخلصت من القمول او البرغوث القط ديالي، انا هضر لكم على لاج المناسب لانكم تبداو تغسلوا القطط ديالكم. القط ديالكم اذا كانت عنده اقل من 45 يوم او لا اللي هي شهر ونص ما تغسلولوش، داكوغ ما تغسلولوش حيت يقدر يمرض ويموت لكم الله يحفظ. ابارتيغ من شهر ونص شهرين مزيان تقدروا تغسلوا له. بالنسبه للطريقه اللي استعملت انا الميشو، اعتمدت على الخل اللي هو كاين في الديور كاملين، كنت كنخلط له الخل مع الماء وكنغسل له الغسله الاولى، كنغطسو في الخل حتى كيزول منه القمول كيهبط ميت، انتم غتشوفوا معايا دي زيكستري، وكنعاود نعمل المره الثانيه والمره الثالثه والمره الرابعه بالشامبوان. ومن بعد وهذا الشيء عاودته لمده 4 ايام متابعه. من مور ما كنت كنسالي الغسلات بالخل ومن مورها بالشامبوان، كنت كنشبر المشطه الرقيقه اللي عندها ديك السنينات مزيرين، وكنبقى نمشط له بها حتى كنزول اللي زال بالمشطه هو هذاك اللي مازال شي استعملت اللقاط والماء. وهنايا هانتوما كتشوفوا لافابو، هادي من مور الغسله الاولى عملت له بيكربونات دسود مع الخل وغطستو. تقدروا ما تستغناو على بيكربونات دسود، تعملوا غير الخل، المهم ديك خل كيدوخ ديك القمول وكيموتو صافي. ومن بعد كتخويو لافابو وكتعاودوا تعملوها المره الثانيه على حسب درجه القمول اللي فقدتكم. وهذا الماء ديال المره الثانيه، هانتوما كتشوفوا القميلات نقصوا على المره الاولانيه ولكن باقيين كاينين كيزولوا. ومن بعد قلت لكم كنعمل الصفايه، كنبقى نحاول نصفي بالمشطه، وسينو اللقط كنزولهم باللقط وكنعملهم في الماء. ها هو كنفلي، شوف صباحنا نفليها فلي بالمشطه. شوف لافابو كيفاش عامل، كيغيلف الله يسمح لي. والخرج بوخرات لي باللقاطو اللقاطو القريعه د الماء، وبديت لي تبان لي مزوله، لي تبان لي مزوله. ها كاين لي كيتحركوا وكاين لي ميتين، انا ماشي معاهم. ها من مور ما كتساليو له الغسيل ضروري واحد المرحله اللي هي ضروريه ومؤكده اللي هي التنشاف. خصكم ضروري تنشفوا للقط ديالكم مزيان، ما يبقاش فيه حتى قطره ديال الماء، حيت الا بقى فيهم الماء كي مرضوا داكوغ. وكانوا القطط ديالكم كيقبلوا السشوار مزيان، مرحبا نشفوا لهم بالسشوار حتى ينشفوا مزيان. ما كانوش كيقبلوا السشوار فحال ميشو، واحد النهار عماني الله قلت اجي نعمل له المره السشوار، خلاني تنشفت له الفوق والجنابات وكل شيء. ملي وصلت للجهه كرشو نقز واحد التنقيزه طار عليا، ما عرفتي كيفاش وقع، حتى كنجبر يدي كامله مدميه، يدياتي بجوج مجروحين من الفوق ومن التحت. نخليكم دي فوتو هنايا تشوفوا الشرميله اللي شرملني ميشو ملي استعملت له السشوار. دونك من الاحسن انكم تنشفوه مزيان كما قلت لكم. انا هاد الايام اللي كنت متبعه له تريتمون كانت الحراره بزاف، دونك كنت مستغلاها وكنخليه كينشف في الشميته اللي كتدخل عندي تنقلب الدار. وها هو ميشو دابا من بعد ما غسلنا له جالس في حجري. ميشو ميشو، ها شو خصو يلعب. ها هو دابا غسلنا له الشعيرات ديالو، رجعو نقيقيين. هايداك باقي كيبقى يلعب مع راسو، هايدا كيغسل راسو براسو، ما قدتوش الغسله ديالي كيزيد يغسل. المهم هما القطط دائما بطبيعة مبغاش تخرج بطبيعتهم، كيبقاو يغسلوا راسهم واخا يكونوا عاد غاسلين، كيبقاو يلحسوا راسهم هايدا، وهذه هي الطبيعه ديالهم. ميشو ميشو، شوف هنا شوف هنا ميشو ميشو، ما ديهاش دابا حتى فيا. ها شوف شوف ميشو، زول البزنات ديالك كيشوفها كطير حداه وكيسحب له شي لعبه وكي يبقى يتحارب معاها. شوفي كتبان له الكحوله كطير كيبقى يلعب. ميشو 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 ميشو، واه كيلعب في ليلاتي. اه خصك تلعب دابا، انا عرفتك عرفتك، خصك تلعب. ها كت 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 كت. لا ما كان عطوش. ياك الوالدك ياك. ميشو ميشو، ها هو ميشو دابا من مور ما غسل. ميشو ميشو، هان هان شوف هنايا، شوف شوف، ها هو كيلعب مع يدي. شنو خصك شنو؟ لعبو لعبو، هيدا هيدا اللعيبه اللي كتعجبك، وما تخبشنيش الله يرضى عليك، تخبشنيش الله يرضى عليك. ها حنا يلا زيد 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 زيد
زيد زيد زيد لعبوا زيد. يلا 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 زيد 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 زيد. ايوه ايوه زيد. يلا 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 كنبقى نستيمولي هيدا بيدي باش كيلعب دايما مور ما كيغسل كيرتاح. واو شكري شقدشني يا رجعت. شوف شوف جيتي بحال فلوس. شوف شوف كبر. شوف زيد زيد. علاش وقفت كيشوف فيا كيقول علاش وقفت يا شيماء؟ مين ينعس على طهرو هيدا عرفوه زعما خصو يلعب زعما. لعب معايا لعب معايا عافاك. لعب معايا لعب معايا شوشو. لعب معايا لعب معايا لعب معايا يما على رجيلة تا يما 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 يما. وصافي خصنا ندير ما نقضي عندي ما نقضي مامي. يلا انا ماجي دابا. كاتي 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 كيلعب غير بوحدو. هاديك 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 كيبقى يدير قلب رجلو. ميسو شوفوا لي الناس العار واش كيعمل. لاقي راحة السيدة ميشا. شو هاد الرجيلات شحال كيحمقوني هاد الرجيلات هادو. هنا مي شوشو غنكون وصلنا لاخر الفيديو. نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم واستنوني في دوطخ فيديو ان شاء الله. ما تنساوش الاشتراك ولي كومونتير ديالكم ولي لايك. وغنقول لكم بسلام عليكم على بروشين فيديو ان شاء الله. تهلاو فراسكم بزاف. مي شوشو بيزو باي باي.